السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الأعزاء، حبايبي الحلوين، أهلا وسهلا بكم في سلسلة من دروس المراجعة لدرس القواعد للصف الخامس الابتدائي بمدرستنا الحلوة، مدرسة تغريد الابتدائية الأهلية. أهلا وسهلا بكم طلابي الأعزاء في درسنا اليوم اللي هو المثنى. درس المثنى، عنوان الدرس المثنى. ما معنى المثنى؟ أول شيء قبل ما نقول المثنى، المفرد. المفرد هي الكلمة التي تدل على واحد، سواء كانت اسم إنسان، حيوان، جماد، نبات، مدن، أو أي شيء آخر. مثلا بنت، أرنب، قلم، دفتر، كتاب، سيارة، أي كلمة مفردة عندنا. زين، إذا هذا عرفت المفرد. إذا ما هو المثنى؟ المثنى هي الكلمة التي تدل على اثنين او اثنتين، سواء كان مذكر او مؤنث. يعني مثلا اذا قلنا بنت، شو تصير؟ تصير بنتان، ولد، ولدان، قلم، قلمان، ارنب، ارنبان، وهكذا. نجي نريد نعرف المثنى. ما هو المثنى؟ اذا نقول المثنى هو اسم. اذا شنو اسم؟ نحط عليه جواه خطين. ليش؟ لأنه من قلنا مثنى اسم حتى نميزه عن الأفعال. إذا هو اسم يدل على اثنين، أي شيء، اثنين أو اثنتين، يعني سواء كان مذكر أو مؤنث. اثنتين بزيادة، نزيد عليه بزيادة ألف ونون، أو ياء ونون، أو ياء ونون. يعني هنيجي نشوف شنو معنى المثنى. خلينا ناخذ جملة بسيطة وسهلة. مثلا نقول الطالب مجتهد، هاي إذا كانت في حالة المفرد. نانا المفرد، عندنا جملة اسمية بدأت باسم، قلنا الطالب لأنه مفرد، الطالب مجتهد. وإذا نريد نعرف الطالب وش نقول؟ بما أنه هو اسم أتى في بداية الجملة، في بداية الكلام، إذا هو مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، مجتهد هو خبر لهذا الطالب، خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، هذا في حالة المفرد. زين، إذا هذه الجملة أصبحت في المثنى، شو راح تصير؟ الطالب ايش راح يصير؟ راح يصير الطالبان. نقدر نحط لهم الطالبان مجتهد، ممكن انه تصير الجمله الطالبان مجتهد. طبعا اكيد ما يصير، ليش؟ لان هم اثنين، فبما انه الطالبان اصير مجتهدان. زين، احنا هنا الطالب هذا مفرد، لما صار مثنى وهو اجانا في حالة مبتدأ، في حالة رفع، يعني ضفنا له الألف والنون. شو نضاف لكلمة الطالب؟ انضافت لها ألف ونون، صارت الطالبان. زين، مجتهد شو نضاف لها؟ أيضا نضاف لها الألف والنون في حالة، لأنه هذا خبر وهو في حالة رفع، إذا نضاف لها ألف ونون، يعني نستخلص من هذا الكلام كله أنه يرفع المثنى وتكون علامة رفعه الألف والنون. راح نجي ناخذ مثال ثاني. مثلا نقول هذا في حالة الرفع، إذا يرفع المثنى وتكون علامة إعرابه الألف والنون. زين، نجي مثلا ناخذ مثال ثاني، نقول العاملان، او خلينا ناخذ فعل وفاعل مفعول به. مثلا نقول قرأ الولدان الدرس. اذا نريد نعرف قرأ فعل ماضي مبني على الفتح، قرأ فعل ماضي مبني على الفتح. الولدان، انتبهوا هنا،
الولدان. الولدان من اللي قرأ الدرس؟ الولدان. إذن الولدان هو الفاعل، فش راح ينعرب هنا؟ راح ينعرب الولدان فاعل. الفاعل دائما شي يكون؟ شي يكون الفاعل؟ احنا ايش قلنا؟ مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ لأنه احنا ايش قلنا؟ قلنا يرفع المثنى وتكون علامة إعرابه الألف، يكون علامة رفعه الألف. إذا هو علامة رفعه الألف، لماذا؟ لأنه مثنى. لأنه مثنى. الدرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طلابي الحلوين، هسه نجي على جملة أو على حالة النصب. حالة نصب المثنى، ينصب المثنى وتكون علامة نصب المثنى الياء والنون. هسه راح نشوف شلون. نجي ناخذ جملة في حالة مفرد، نقول قرأ التلميذ صفحة من الكتاب أو من القصة. قرأ التلميذ صفحة من القصة. قرأ، إذا نريد نعربها نقول قرأ فعل ماضي مبني على الفتح. التلميذ، شوفوا مفرد التلميذ هنا، كلمة التلميذ هذا اسم مفرد. التلميذ نقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الضمة ظاهرة على آخره. صفحة هي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وأيضا مفرد من حرف جر القصة، اسم مجرور بحرف الجر وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. لو كانت هاي الكلمة صفحة اللي هي صفحة واحدة، راح نجي نسويها مثنى. راح نجي نسويها في حالة المثنى. ايش راح تصير الجملة؟ راح تصير قرأ، من العب بيها؟ التلميذ. طبعا هسه نسوي احنا في حالة النصب. قرأ التلميذ الصفحة، هنا راح تصير مثنى. يعني شو اقول عليها؟ زين، صفحتين. صفحتين، ما نقول صفحتان. ليش؟ لأن ينصب المثنى بماذا؟ ينصب بالياء والنون في حالة النصب. نحط للكلمة في حالة النصب، المثنى في حالة النصب، نحط له ياء ونون، تصير صفحتين من القصة. من القصة. هسه راح أعرف. قرأ فعل ماضي مبني على الفتح. التلميذ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. صفحتين، احنا شلنا ايش قلنا؟ فعل فاعل، هذا مفعول به. مفعول به دائما شي يكون؟ يكون منصوب، واحنا نعرف انه منصوب بالفتحة، لكن هنا اجانا مثنى. شو نقول عليه؟ نقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء والنون، او نقول بس الياء. ممكن تقولون الياء والنون صح؟ ممكن تقولون الياء صح. علامة نصبه الياء لأنه مثنى، فراح أعرف أقول هسه هنا صفحتين، راح أعربها أقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ علامة نصبه الياء لأنه مثنى. وإحنا هذا أخذناه وقلناه بالقاعدة، من حرف جر والقصة اسم مجرور بحرف الجر علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. هسه طلابي نشوف المثنى في حالة الجر. المثنى في حالة الجر، المثنى في حالة الجر القاعدة تقول يجر المثنى وتكون علامة جره الياء والنون، أيضا مثل في حالة النصب. مثل في حالة النصب. هسه نشوف هنا عندنا مثال، سلمت على المعلمة. شوفوا المعلمة هنا مفرد، مفرد على حرف جر. المعلمة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. هاي احنا نعرفها معلمة مفرد. راح نسوي الجملة ونعربها في حالة المثنى. راح تصير سلمت، احنا هذا ما نلعب به لأن هذا فعل. سلمت على المعلمة
المعلمتين. المعلمتين اثنين لين هم زين. هسه بدنا نعرف الجمله الثانيه، سلم فعل ماضي مبني على الفتح. شوفوا هنا التاء هاي مو تاء التانيث الساكنه، هاي تاء متحركه، يعني شنو عليها حركه، عليها ضمه. هذه التاء ماذا نعربها؟ نعربها والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل، يعني هذا الفعل والتاء هي جتي وصارت اخذت محل او مكان الفاعل. اذا سلم فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء تاء الفاعل كانه هي صارت الفاعل، سلمت يعني انا التي سلمت. على حرف جر نجي نعرب المعلمتين. المعلمتين اسم، هذا اسم مجرور. لماذا مجرور؟ بحرف الجر وعلامة جره. ماذا علامة جره؟ لأن هو مثنى، بماذا يجر المثنى؟ يجر المثنى بالياء والنون، نقول علامة جره الياء، لأنه ليش؟ لأنه مثنى. إذن خلاصة كلامنا حبايبي أن يرفع المثنى إذا كان في حالة رفع، يعني إذا كان اسم كان أو خبر إنه، أو كان في حالة رفع يعني يكون مثلا فاعل زين، أو يكون مثلا مبتدأ أو خبر، هذا كله في حالة رفع، كل شيء في حالة رفع المثنى يرفع بالألف والنون. وبماذا ينصب ويجر؟ ينصب ويجر بالياء والنون مثل ما قلنا وقبل شوية. شوفوا هنا أنا وبالوالدين، شوفوا أنا كاتبتها هنا أنا وبالوالدين إحسانا، هذه آية من القرآن الكريم توصينا بالوالدين، توصينا الوصينا يعني توصي الناس أو البشر كلها توصيهم بالوالدين. شوفوا بالوالدين بحرف جر، الوالدين اسم مجرور وعلامة جره الياء والنون أو الياء، لأنه ماذا؟ لأنه والدين، لأنه مثنى، هكذا يعرب المثنى في حالة الجر. طلابي الأعزاء مثل ما قلنا قبل شوية أنه المثنى هو اسم يدل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون، يعني المفرد، الكلمة المفردة راح نشوفها هنا لما تكون راح نسويها مثنى، يعني عندما تصبح الكلمة المفردة تصبح مثنى في حالة الرفع ماذا سيتغير عليها، ماذا سيجري عليها من تغيير، وفي حالة النصب وفي حالة الجر. راح نشوف احنا مثل ما قلنا الكلمة المفردة في حالة الرفع يرفع المثنى وتكون علامة رفعه الألف، نقول الألف لأنه مثنى، يعني الولد إذا هو مفرد في حالة الرفع ماذا سيصبح؟ بإضافة ألف ونون معناها صير ولدان، ولدان. ني مثل ما قلنا نون المثنى دائما مكسورة، نون المثنى دائما مكسورة حتى نفرقها عن نون جمع المذكر السالم، لأن نون جمع المذكر السالم دائما تكون مفتوحة. إذا ولداني هاي في حالة الرفع، ولداني زين. في حالة النصب قلنا نضيف المثنى، ينصب المثنى وتكون علامة نصبه الياء في حالة النصب، يعني يصير و لديني، ولديني، ولديني. شوفوا هنا خلينا ياء ونون في حالة النصب، وفي حالة الرفع خلينا ألف ونون زين. وفي حالة الجر نفس الشكل مثل ما في حالة النصب، يعني أيضا تكون ولديني، يعني نحط ياء ونون في حالتي النصب والجر، ولداني، ولديني، ولديني. بنت ايش راح تصير؟ نضيف لها الف ونون، شو تصير؟ بنتاني، بنتاني، حطينا الف ونون في حاله النصب وفي حاله الجر، لان اثنينهم كلاهما نفس الشكل، شو نقول؟ بنتيني، وهنا ايضا بنتيني. زين اذا كان قلم، هذا قلم، اذا جبنا قلم ثاني، اذا جبنا قلم ثاني شو يصيرون؟ اذا في حاله الرفع
قلماني، عافية، قلماني، قلماني بإضافة ألف ونون، وإذا في حالة النصب أو في حالة الجر تصير قلميني، حطينا ياء ونون، قلميني أيضا في حالة الجر، في حالة النصب والجر. زين إذا كان عندنا أرنب واحد، زين إذا اثنين أرنباني، ضفنا لها ألف ونون، وهنا أرنبيني ضفنا لها ياء ونون، وهنا أيضا أرنبيني بإضافة ياء ونون. شجرة إيش راح تصير؟ شجرتاني، شجرتيني. بعدين أنتوا تبدون تتعلمون لا إرادي يصير عندكم تعرفون إنه في حالة الرفع نضيف لها ألف ونون، في حالة النصب نحط لها ياء ونون، وفي حالة الجر كذلك ياء ونون، أيضا شجرتين. إذا عندنا مجتهد، ذكي، شاطر، أي صفة من الصفات الحلوة أو الصفات اللا سمح الله السيئة، مجتهد شو راح يصير؟ إذا اثنين مجتهداني، شو حطينا لها ألف ونون، شوفوا ألف ونون مكسورة. زين إذا في حالة النصب والجر مجتهدين، مجتهدين حطينا ايش حطينا؟ حطينا ياء ونون مكسورة، وهنا ايضا مجتهدين. اذا ذكي ذكيان، ذكيين. اذا ناجح ناجحان، ناجحين. وهكذا حبايبي طلابي الاعزاء، عندكم واجبكم للقواعد لموضوع المثنى التمرين الاول. استخرج المثنى من الجمل التالية واذكر مفرده وأعرب الاسم المثنى. أريد حبايبي هساعدكم خمسة، أنا أعطيتكم خمس جمل أريدها مثل هذا التمرين المحلول. التمرين المحلول صفحة 56 عندنا، تطلعوا لي المثنى، سوون جدول، تستخرجون المثنى، تستخرجون تنطوني المفرد ماله شن هو، وبعدين تعربون الاسم المثنى. يعني إذا هنا عندنا الوالدان، هنا عندنا الوالد المفرد مالها الوالد، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، مثل ما موجود هنا. طبعا الكلمات أو الجمل هنا تختلف عما موجود بالتمرين المحلول، فأريدكم تسووا لي نفس هذا التقسيم. وأنا كاتبت لكم ملاحظة، يقسم الجدول مثل التمرين المحلول بصفحة 56 وبنفس الطريقة. اللي يسوي لي غير شكل راح يدوخني، فالأفضل حبايبي أنه تسوون بهاي الطريقة حتى أعرف أنه أنتوا فاهمين المثنى، فاهمين شنو يعني المفرد ماله، ودا تعرفون شلون تعربون الاسم المثنى. وشكرا حبايبي الطلاب. عندنا تمرين الثاني، ثني المفردات، يعني سوي لياها مثنى. ثني المفردات التالية في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجر. يعني تحط لي، تسوي لي جدول، تحط لي المفرد وبعدين تقول لي المثنى في حالة الرفع، المثنى في حالة النصب، المثنى في حالة الجر، مثل ما أنا قبل شوية حليت لكم على السبورة. زين حبايبي، أهم شيء مو بس الحركات، الحروف، الألف والنون في حالة الرفع، الياء والنون في حالة النصب والجر. وشكراً.